احيانا بيقولوا ان عمود الخيمه هو الراجل في البيت، بس اللي انا شايفه نتيجه يعني الواحد عنده 47 سنه اللي شفته في بيتنا وشفته في بيوت الناس معظمها، ان نجاح الخيمه والبيت والعمود الاساسي هو الست. لو الست ما شاء الله يعني، علشان كده بيقولوا احيانا بتلاقي يقول لك ده ست بميت راجل، بتشيل البيت، بتبقى سند للزوج وسند للاولاد وسند لعيلتها. فكره بقى ان الراجل دايما يتعامل، احيانا بعض الرجاله ما بنعممش يعني، يتعامل بشكل للاسف غير محترم وغير لائق مع زوجته مثلا، دايما يقلل منها وكانها جايه كده خدامه او شغاله عند اللي مخلفينه. ده بيحصل احيانا يعني، واذا كنت بتكلم باللغه دي، لان ده احيانا لو رحنا محاكم الاسره هتلاقي بلاوي وهتسمع حاجات هتحس ان احنا مهذبين حتى في طريقه الكلام. طيب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كلنا عارفين كان بيتعامل ازاي مع امهات المؤمنين. طب كان بيتعامل في العموم ازاي مع الستات؟ ده اللي نعرفه من الاستاذه نورهان الشيخ. اتفضلي يا استاذه نورهان. والله يا استاذ محمد، سيدنا رسول الله كان بيكرم كل الناس، يعني سواء اللي قدامه بيحسن اليه او حتى بيسيء اليه. فاحنا عارفين طبعا معاملته لامهات المؤمنين كانت من اروع ما يكون. فاعظم انسان عظم المراه وكرم المراه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، على كل فئتها وعلى كل شخصيتها، سواء الست اللي بتحسن لسيدنا رسول الله او حتى اللي بتسيء اليه. تمام. يعني قصة عجيبة جدا رواها الإمام الطبراني بسند صحيح عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه. بيقول مرة سيدنا رسول الله كان قاعد في السوق في منطقة معينة بيأكل صلى الله عليه وسلم. فمرت امرأة، سيدنا أبو أمامة بيقول وكانت امرأة بذيئة. بذيئة اللسان يعني. بذيئة اللسان. تمام. وكانت ترافث الرجال، يعني تقعد تتخانق مع الرجالة وتعلي صوتها على الرجالة وتقعد تزعق لهم. فالست دي عدت. حضرتك متخيل سيدنا رسول الله حتى الشخصية دي هيعرف يحتويها صلى الله عليه وسلم. فتعدي الست دي فلقت سيدنا قاعد بيأكل، وسيدنا رسول الله كان بسيط جدا، ما يقعدش بطريقة فخمة، قاعد بسيط. ستنا عائشة بتقول مرة كنت شايفاه قاعد بيأكل وظهر وجعه، فقلت له اتكئ بأبي أنت وأمي، كن متكئا، قال لا أكل كما يأكل العبد. سبحان الله. فقاعد بيأكل عادي صلى الله عليه وآله، الست دي عدت قالت انظروا يجلس كما يجلس العبد. امال انتوا ليه عاملين قصه؟ أيوة. كبيره، قاعد عادي اهو بتكلم عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فصلى الله عليه واله وسلم ما ردش عليها، فقالت ياكل كما ياكل العبد. ايوه. فابتسم صلى الله عليه واله وقال صدقتي، او اعبد مني، هو في حد يعبد ربنا اكتر مني؟ شوف حضرتك الشياكه في الرب. او اعبد مني. فاتغاظت قالت ياكل ولا يطعمني، مش بيعزم عليا. فلا تفضلي. أيوة. قالت مما في يدك، لا تفضلي، قالت مما في فيك. أيوة. اللقمه اللي انت لسه بتحطها في بقك دي. فراح اللقمه اللي كان لسه هيحطها راح مطلعها وقال لها تفضلي هنيئا مريئا. فاخذت اللقمه من ايد سيدنا رسول الله. سيدنا ابو امامه راوي الحديث بيقول فاستحت، بصت حواليها كده، حست ان اللي هي بتعمله ده، شوف احسان سيدنا النبي طبعا، خلاها لا اراديا شخصيتها تتبدل من صحيح. جوه. الصحابي بيقول فوالله ما عادت لمثل ذلك ابدا بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام. ونعم المدرسه ونعم التربيه سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.